بكم في نشرة الأخبار من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الأرجنتين بذكرى استقلال بلاده. تحت مسمى وكالة الخدمات البلدية تحويل بلديات مكة الفرعية إلى 4 مراكز. الرياض تستضيف النسخة 4 من مؤتمر تمكين تجربة العميل بمشاركة 30 دولة. أهلا بكم إلى هذه النشرة. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة لفخامة الرئيس خافير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. انطلقت في العاصمة الرياض فعاليات نسخة 4 من مؤتمر تمكين تجربة العميل تحت شعار تحويل التجربة تمكين النجاح. سيجمع المؤتمر أكثر من 750 مشاركا من أكثر من 30 دولة للتواصل مع قادة تجربة العملاء العالمية عبر قطاعات مختلفة مثل الاتصالات والحكومة والخدمات المصرفية والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة. ولتفاصيل أوسع من مقر المؤتمر نلتقي الآن ويتواصل معنا على الهواء مباشرة الزميل عبد العزيز الموينع مراسل أخبار السعودية. عبد العزيز، مساء الخير. كيف رأيت هذه الافتتاحية وهذا المؤتمر في اليوم الأول طبعا لهذه الاستضافة لمؤتمر تجربة العميل؟ نعم، بداية مساء الخير عليك لافي، أيضا تحية لكم مشاهدي أخبار السعودية. طبعا هذه هي الدورة الرابعة التي تعقد من مؤتمر تجربة العميل، تواجد بها أكثر من 700 مشارك بأكثر من 30 دولة للطروحات التي قدمت من خلال هذه الدورة الرابعة. تحدث عن العمل على الاستلهام العديد من التجارب المختلفة في تجربة العميل من دول أخرى، بالإضافة طبعا إلى تجربة السعودية في تنمية هذا القطاع بشكل أكبر، خصوصا إذا ما علمنا أن حوالي 50 مليار ريال هو حجم الاستثمارات في هذا القطاع وصولا إلى العام 2025، فهذا يعطي مؤشر إيجابي إلى حالة هذا القطاع في المستقبل وأهمية تطوير هذا القطاع والعمل على إيجاد مجموعة من الخطط وعمليات التنمية المستدامة لتطوير هذا القطاع بشكل أكبر حتى يخلق حالة من التنافسية في العملية الاستثمارية في المملكة وخلق حالة تنافس كبيرة بين العديد من الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة. في هذا البث المباشر يسعدني أن أستضيف الأستاذ أمير الشواف الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الأصيلة لتجربة العميل. حياك الله أستاذ أمير، رح فيك عبر شاشة أخبار السعودية. اليوم الحديث عن هذه الدورة الرابعة، كيف رأيتم الطروحات التي قدمت في يومه الأول مع وجود هذا الزخم الكبير من المتحدثين من كافة دول العالم؟ حياك الله أخي عبد العزيز، ومساء الخير لك وللأخوة المتابعين. طبعا اليوم شاهدنا النسخة الرابعة لانطلاق مؤتمر تمكين العميل. طبعا تجربة العميل أصبح مجال مهم جدا، في يوم الأول في يوم الثاني توافد قادي من نخبة ومن رواد تجربة العميل من داخل المملكة العربية السعودية وأكثر من 30 دولة حول العالم، أعطى زخم إضافي. ولا شك انه في نسخته الرابعه يعني اخذ طابع اكثر جمالا واخذ اكثر شغف. تجربه العميل لها علاقه كبيره في الشغف اكيد بمشاركه اصحاب المعالي واصحاب السعاده. لا شك انه الزخم هذا اكيد خلفه
خلينا نسميه التركيز أكثر حول مستهدفات الرؤية الملهمة لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتحسين تجربة العميل، بالتركيز على جودة الحياة، بالتركيز على الإنسان بشكل عام، وتقديم الخدمات وتحسين الخدمات المقدمة سواء للموجودين داخل المملكة أو من القادمين من خارجها، من زائرين، من سائحين، من حجاج ومعتمرين. ولا شك أن المملكة في السنوات الأخيرة الماضية أصبحت محط أنظار العالم باستضافتها الكثير من المحافل الدولية في القطاع السياحة وفي قطاع الاقتصاد وفي مجالات مختلفة ثقافيا ورياضيا. والقادم أجمل، وأكيد الجدول ممتلئ في 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 قادم الشهور وفي قادم السنين كما تعرفوا. طبعا اليوم الأول شهد الحدث الأكبر والحدث الأضخم، واللي هو ولادة الأكاديمية تجربة العميل، الأكاديمية الوطنية تجربة العميل. بحمد من الله وتوفيقه تمت بعد عمل دؤوب مع شركاء النجاح، المؤسس العام للتدريب، المؤسس العام للتدريب التقني والمهني، مشكورين ما قصروا، كانوا معنا جنب بجنب، ذللوا لنا المصاعب. المستهدفات من الأكاديمية الوطنية التركيز على الطاقات الشابة، تدريبها وضخها في سوق العمل السعودي بطريقة احترافية، ويكونوا جاهزين لمواكبة التطور الحاصل في المملكة العربية السعودية التي أصبحت منارة عالمية في هذا المجال. طبعا بصفتنا مشاركين ومنظمين ورعاة لهذا الحدث اليوم، تمنياتنا للأكاديمية إن شاء الله تأخذ دورها الطبيعي وتكون إن شاء الله منصة وطنية ومرجع إقليمي وعالم إن شاء الله لتجربة العميل، وتساعد المملكة في أخذ مكانتها العالمية إن شاء الله. أستاذ أمير، أيضا بشكل سريع، وأنتم تعملون أيضا في هذا المجال، يعني نعلم أن العديد من الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة أخذت زخم كبير بين عملائها بسبب لديها تجربة عميل أو الاهتمام بتجربة العميل بشكل أكبر. أهمية هذا القطاع تحديدا في الارتقاء بالمنافسة داخل القطاعات، نعم، بالنسبة طبعا على سبيل المثال في قطاعات الاتصالات، في قطاعات الطيران، هناك عديد من الشركات نجحت خلال السنوات الفائتة لديها تجربة عميل جيدة. أهمية هذه النقطة تحديدا بالنسبة للعملية الاستثمارية كيف ترونها؟ طبعا اليوم تجربة العميل هي عبارة عن ترند، وأصبحت سباق محموم داخل الوزارات وداخل الهيئات الحكومية وداخل الهيئات شبه الحكومية وداخل القطاع الخاص أيضا، وحتى القطاع الربحي أصبح يركز على تقديم الخدمة كتقديم خدمة للعميل أو المستفيد النهائي، إنما تقديم تجربة عميل كاملة ومتكاملة. فهذا هو أصبح مركز تنافسي، وإن شاء الله مع وجود الأكاديمية الوطنية ومع وجود هذه النوعية من المؤتمرات والزخم على تجربة العميل، أكيد بنشوف إن شاء الله تركيز أكبر من كافة القطاعات عليها بالمستقبل. أمير الشواف، شكرا جزيلا. تحياتي، شكرا جزيلا، بأمان الله، شكرا. مشاهدينا الكرام، زميلي لافي، طبعا هذا حديث الأستاذ أمير الشواف وهو رئيس تنفيذي للعمليات في شركة الأصيلة لتجربة العميل. بلا شك طبعا أن هذا القطاع بشكل أوسع والاهتمام بتجربة العميل ليس فقط على المستوى طبعا القطاعات التجارية، بل أيضا أصبح النطاق الآن أوسع بالنسبة للقطاعات الخدمية الأخرى، بالنسبة لي طبعا الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، حتى على مستوى القطاعات غير الربحية التي تساهم بشكل كبير جدا في أيضا في المملكة. الاهتمام بتجربة العميل أصبح الآن هاجس للعديد من القطاعات حتى تجذب العديد من يعملون لديها ويعملون معها بشكل أكبر. اليوم أيضا في هذا المعرض المصاحب هناك أيضا هاكاثون يعمل من خلاله على إيجاد العديد من المنصات المختلفة لإيجاد تطبيقات لتجربة العميل، أيضا تواجد العديد من المهتمين بصناعة التقنية والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي
في تجربة العميل والأخذ بعين الاعتبار أهمية وجود هذه التطبيقات لتسهيل عملية أخذ ردات الفعل من العملاء وأيضا الاستفادة من مقترحاتهم المستمرة. وجود أيضا العديد من العاملين في مجال التطبيقات ساعدوا من يعملون في هذا الهاكاثون بشكل أكبر على بلورة هذه الأفكار التي ربما في المستقبل قد تصبح تطبيقات كبيرة وتجذب أيضا العديد من المستخدمين وأيضا تدر العديد من الأرباح على من يعمل على هذه التطبيقات بشكل أكبر. اليوم الحدث ليس فقط على مستوى طبعا القطاع الخاص بل أيضا حتى على مستوى الجهات الحكومية والجهات غير الربحية التي تسعى إلى الوصول لتجربة عميل أفضل. نعم عبد العزيز، يعني لا شك بأن العميل هو الجزء المهم في لأي منظمة طبعا للاستمرارية أيضا والتوهج وكذلك التألق والتفوق، ولا شك بأن هذا المؤتمر هو من الأشياء المهمة الكبيرة جدا التي تهم الشركات أولا لإرضاء هذا العميل واستقطابه. الزميل عبد العزيز الموينع مراسل الأخبار السعودية من مؤتمر تمكين تجربة العميل في دورته الرابعة، شكرا جزيلا لك ونلتقيك على خير، ونتمنى لهذا المؤتمر وأمثاله طبعا النجاح دائما في المملكة العربية السعودية. شكرا عبد العزيز. تستضيف الرياض غدا المعرض الدولي لتكنولوجيا المركبات الكهربائية، الحدث الأكبر والأول من نوعه في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 3000 شخص من رواد الأعمال البارزين وحوالي 60 متحدث بارز في هذا المجال، حيث يهدف المعرض إلى دعم الاستثمار في المركبات الصديقة للبيئة كجزء أساسي من الارتقاء في وسائل النقل المستدام. أقرت أمانة العاصمة المقدسة دمج وكالة الخدمات ووكالة البلديات في الأمانة تحت مسمى وكالة الخدمات البلدية، وتحويل البلديات الفرعية البالغ عددها 12 بلدية فرعية إلى 4 مراكز خدمات بلدية، وإنشاء 4 مراكز خدمات بلدية إلى جانب الإبقاء على البلديات المرتبطة في محافظة الجموم وعسفان ومدركة. واستحدثت الأمانة وكالة الحج والعمرة ويندرج تحتها الإدارة العامة لدعم أعمال الحج والعمرة. كما نفذت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 34,000 زيارة رقابية خلال شهر يونيو الماضي، في حين بلغ عدد طلبات الرخص التجارية التي استقبلتها الأمانة خلال نفس الفترة 1753 طلبا، حيث تسعى الأمانة إلى المساهمة في جعل العاصمة المقدسة مزدهرة ومستدامة، وذلك بهدف دعم برامج تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة وإيجاد بيئة حضرية مثالية للسكان. كشفت وزارة التجارة عن نمو السجلات في قطاع الفنون والترفيه والتسلية 24% في الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ عدد السجلات أكثر من 20,000 مقارنة ب16,000 في نفس الفترة للعام الماضي. هذا وتصدرت الرياض عدد إصدار السجلات، تلتها مكة المكرمة والمنطقات الشرقية. أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار برنامجا يسهل وصول المنشآت الصناعية والتعدينية لأكثر من 30 مركزا نوعيا للأبحاث والدراسات في الجامعات والهيئات الطبية والمعامل والمختبرات البحثية في المملكة، حيث تسعى الوزارة إلى تحفيز البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي والاستفادة من أحدث الدراسات والتقنيات وإمكانيات البحث والتطوير والابتكار. دفع نمو طلب القطاعات الاقتصادية بالمملكة على الواردات الاستهلاكية والصناعية شركات الخدمات اللوجستية المحلية إلى توسعة مشاريعها في قطاعي الشحن والمستودعات بنسبة 40% للاستفادة من حصص هذا النمو. المزيد
في التقرير التالي. أكثر من 200 مليار ريال هي قيمة واردات المملكة السلعية من المواد الغذائية والإنشائية والمعدات خلال الربع الأول من العام 2024، لتسجل بذلك ارتفاعا بلغ نحو 6% عن نفس الفترة من العام الماضي، جراء نمو طلب القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والنفطية على تلك السلع. هذا النمو حفز شركات الخدمات اللوجستية المحلية على زيادة معدل الشحنات داخل المملكة بنسبة 40% لمواكبة مناولة الحاويات. في ميناء الدمام كان عندنا خلال الربع الأول حوالي 40% زيادة في حجم عدد البواخر اللي الموجودة اللي جاية وبتغادر. في ميناء الجبيل عندنا نمو كبير تفوق 12% تقريبا، والنمو اللي موجود في عدد الرحلات اللي موجودة في ميناء رابغ وفي ميناء جدة تقريبا تقدر ب 6%. ما شفناه في سوق النقل والخدمات اللوجستية والزيادة اللي حصلت في أعمال خدمات النقل شجع شركات النقل والخدمات اللوجستية بزيادة عدد الفليت والمستودعات، كذلك عقدنا صفقة شراء 500 شاحنة. من ضمن منافذ الاستيراد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام الذي سجل خلال الربع الأول نسبة تقدر ب 28% من إجمالي الواردات بالمملكة، وهي الأعلى بين المنافذ الأخرى في ظل احتواء المنطقة الشرقية على 17 مركزا لوجستيا من أصل 59 في المملكة. سلطان طراني، الدمام. أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن المؤسسات الإعلامية كافة ملزمة بالحصول على رخصة استيراد المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتوزيعه، وذلك بهدف ضمان توزيع محتوى إعلامي آمن وملائم، حيث أن الترخيص يسمح باستيراد المحتوى وتوزيعه وبيعه من خلال وسائل محمولة أو مادية فيما عدا الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية. أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي مبادرة التأمين التعاوني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية لتعزيز استدامة القطاع الزراعي، إذ ستسهم المبادرة في تقليل الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تسببها الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وتشمل أهم الأمراض والآفات في قطاعي الصحة النباتية والحيوانية، فضلا عن حماية الدعم الحكومي للمزارعين ومربي الماشية عن طريق تفعيل نظام التأمين التعاوني. أوضح برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ريف السعودية أن عدد المستفيدين من الدعم في قطاع المحاصيل البعلية بلغ أكثر من 3000 مستفيد، فيما وصل إجمالي الدعم إلى 36 مليون ريال، حقق من خلالها إنتاجا قدره 43,000 طن في عام 2023. وبيّن برنامج ريف السعودية أن الدعم المقدم للمستفيدين في القطاع نجح في معالجة التحديات والمشاكل المالية ومشاكل التسويق، بالإضافة إلى تحديات توفير مدخلات الإنتاج والأسمدة والمبيدات. أعلن مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة التابع لدارة الملك عبد العزيز عن جدول برنامج القلزم الذي انطلق اليوم بهدف تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجالات البحر الأحمر، ويتضمن محاضرات وورش عمل تغطي جوانب متعددة للجمال بل للمجال. هذا ويشمل برنامج القلزم سلسلة من الفعاليات الرامية إلى تقديم المعرفة وتطوير القدرات في مجالات متعددة بما في ذلك التاريخ والثقافة والهندسة والعلوم البيئية. توصل فريق من علماء الآثار في تحقيق أول وصف شامل للمستوطنات البشرية خلال فترة العصر الحجري الحديث في شمال غرب المملكة، عبر دراسة أشرفت عليها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والتي توصلت إلى أدلة تشير إلى أن سكان المنطقة في الألفيتين 2006 و5 قبل الميلاد كانوا أكثر استقرارا وتطورا مما كان يعتقد سابقا. ووفقا للدراسة فقد تبين أن سكان شمال غرب
بالجزيرة العربية الأوائل كانت لديهم هندسة معمارية مميزة ومساكن وحيوانات مستأنسة وحلي وزينة وأدوات متنوعة. واستنادا إلى عدد وحجم الدوائر الحجرية فمن المحتمل أن أعدادهم كانت هائلة وأكثر بكثير. أكد المركز الوطني للأرصاد تأثر القطاع الغربي والجنوب الغربي من المملكة بعوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حين تتهيأ فرصة تكون السحب والرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ويبقى الطقس حارا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، إذ سجلت الأحساء أعلى المناطق حرارة بواقع 47 درجة مئوية. وحول درجات الحرارة في مصايف المملكة اليوم، سجلت الطائف 24 درجة مئوية، فيما سجلت الباحة 19 درجة، هذا وسجلت أبها 18 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أقل درجة حرارة في المملكة حيث سجلت 14 درجة فقط. وعن حالة الطقس في المملكة ينضم إلينا المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل. أستاذ عقيل، بداية مساء الخير، ونحن نعيش هذه الأجواء المتقلبة كما شهدنا قبل قليل، كانت هناك رياح يعني وعوالق ترابية في بعض المناطق، حرارة في بعض المناطق وبرودة أيضا جميلة في مصايف المملكة. بالفعل كما ذكرت على درجات الحرارة عالية على القطاع الشرقي من المملكة. أعلى درجة حرارة سجلناها اليوم كانت في الأحساء وفي القيصومة بحدود 47 درجة مئوية، وكما ذكرتم درجات الحرارة تميل للبرودة والاعتدال بشكل كبير على معظم السلسلة الجبلية من جبال الثروات ابتداء من مرتفعات جازان الشرقية في فيفا وبني مالك وفي مرتفعات منطقة عسير، منطقة عسير بشكل كامل في خميس مشيط وأبها ونماص سبت العلاية تنومة بلجرشي منطقة الباحة حتى مرتفعات منطقة الطائف. هذه درجات الحرارة هي أقل من 20 درجة مئوية على كثير من السلسلة الجبلية، بل بالإضافة إن شاء الله متوقع أن تزداد فرص هطول الأمطار أو تزداد كمية الهطول المتوقعة إن شاء الله تعالى خلال هذا الأسبوع، خاصة في نهايته على السلسلة الجبلية ابتداء من مرتفعات جازان الشرقية ومرتفعات منطقة عسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة. ومثل هذا الوقت من السنة شرقي الاتجاه الغربي، فلذلك لا يستبعد أن تتأثر المناطق التهامية من سلسلة جبال الثروات في هذه الأمطار المتوسطة إلى غزيرة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أستاذ عقيل، يعني ونحن يعني قبل فترة ولا أعتقد هل هي مستمرة إلى الآن، موسم الغبرة طبعا في جازان، كذلك بعض العوالق الترابية التي ربما تتأثر بها بعض المناطق، ما هي أسبابها أولا، وثانيا هل ستستمر، ما هي المناطق المعرضة أيضا لموجة الغبار والرياح ربما تكون شديدة قليلا؟ طبعا يوم أمس تعرضت الأجواء في المملكة بكتلة من الغبار المثار والعالق في طبقات الجو العليا، أثرت قليلا على بعض مناطق المملكة خاصة منطقة المدينة المنورة، منطقة مكة المكرمة، منطقة الباحة ومنطقة عسير، وهذه العوالق الترابية الآن تؤثر على بعض الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من المرتفعات ولكن بشكل خفيف، وكانت هذه العوالق الترابية عالقة في طبقات الجو العليا لذلك لم يكن تأثيرا واضحا على سطح الأرض. بالنسبة لموسم الغبرة، نعم يستمر إن شاء الله تعالى حتى منتصف أو نهاية شهر أغسطس، متوقع إن شاء الله تعالى خاصة في ساعات الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة اليابسة، فتتحرك الرياح من اتجاه البحر إلى اليابسة وبالتالي تثير الأتربة والغبار على الشريط الساحلي الجنوبي خاصة من منطقة مكة المكرمة من محافظة الليل حتى منطقة جازان. نعم، المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل، شكرا جزيلا لك، كنت متحدثا معنا عن حالة الطقس لهذه الأيام في المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك.
حذرت قنصلية المملكة في هيوستن جميع المواطنين في ولاية تكساس من عاصمة بيريل داعية لأخذ الحيطة والحذر ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات والتواصل عند الحاجة مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ. ويذكر أن المركز القومي للأعاصير في أمريكا نوه أن عاصفة بيريل تحولت إلى إعصار مع اقترابها من ساحل تكساس قرب هيوستن. النشرة مستمرة ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الأرجنتين بذكرى استقلال بلاده. تحت مسمى وكالة الخدمات البلدية تحويل بلديات مكة الفرعية إلى 4 مراكز. والرياض تستضيف النسخة 4 من مؤتمر تمكين تجربة العميل بمشاركة 30 دولة. وزارة التجارة تكشف عن نمو السجلات في قطاع الفنون والترفيه والتسلية إلى 24% في الربع الثاني من عام 2024. الهيئة العامة لتنظيم الإعلام توضح أن المؤسسات الإعلامية كافة ملزمة بالحصول على رخصة استيراد المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتوزيعه بهدف ضمان توزيع محتوى إعلامي آمن وملائم. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في جلسته الأسبوعية عددا من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وأهالي المنطقة ورجال الأعمال. ونوه سموه خلال اللقاء بالتطور الذي شهدته منطقة الرياض وبما تحظى به من مشاريع جديدة. وقال سموه: الرياض عاصمة بلادنا ونفخر بها ولها دور كبير وعلامة بارزة كما هي سابقا وستكون الآن إن شاء الله في ظل الدعم المقدم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. واستمع سموه إلى عدد من مشاركات الحضور في مختلف المجالات مرحبا بالأفكار والآراء التي ستسهم في دعم مسيرة التنمية وتصب في مصلحة المواطن وتعزز دوره في المجتمع. كما التقى أمير منطقة الرياض سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في المملكة. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية متمنيا سموه للسفير التوفيق في حياته العملية. هذا وقد أدى أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر يوم أمس صلاة الميت على صاحبة السمو الملكية الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبد العزيز وذلك بجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض. وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة في اللقاء الأسبوعي رؤساء المحاكم والمواطنين ومدير الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك بالقصر الحكومي بتبوك. كما التقى أمير منطقة تبوك المواطن مرزوق بن إبراهيم العقبي وأبنائه الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى وثمن سموه هذه المبادرة النبيلة مشيرا إلى أن تنازل المواطن العقبي عمل عظيم وأجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة إن شاء الله وهذه بادرة إنسانية تدل على صفات النبل التي يتحلى بها أبناء المجتمع السعودي ناقلا اعتزاز القيادة الرشيدة للمواطن العقبي وأسرته على هذا العمل النبيل.
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مجلسه الأسبوعي الاثنينية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة وأصحاب السمو والفضيلة ومدير الجهات الحكومية الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد الحسني وعددا من منسوب الشركة. وأجهد سمو أمير المنطقة الشرقية بالدعم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة لدعم منظومة النقل في المنطقة وعلى رأسها قطاع الطيران، وذلك في إطار الاهتمام بقطاع النقل الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية. ثمن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران تحقيق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المركز الأول على فروع الوزارة بالمملكة في انخفاض البطالة وتوطين الوظائف خلال فترة الربع الأول من عام 2024 بنسبة 4% من إجمالي ما سجلته فروع الوزارة كافة من نتائج في انخفاض البطالة 7.6%. أكد خلال لقائه مدير الفرع عمر النعمي أهمية ما تقدمه الوزارة لكل ما يضمن تحقيق التنمية المستدامة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا جموع المواطنين والمسؤولين في جلسة سموه الأسبوعية التي تخللها لقاء مفتوح بين أهالي المنطقة ومسؤولي أمانة المنطقة. أثر ذلك دشن سموه أعمال قافلة امتثال المباني من خلال الوحدات المتنقلة للمساندة المجتمعية لإصدار شهادة امتثال المباني. كما رأس أمير منطقة حائل رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي اجتماع اللجنة 12 بحضور أعضائها وممثل الجهات ذات العلاقة. استعرض سموه وأعضاء اللجنة الملخص التنفيذي لأنشطة وأعمال الإسكان التنموي في المنطقة. إثر ذلك رعى الأمير عبد العزيز بن سعد حفل تسليم عدد من الوحدات السكنية إلى المستحقين من مستفيدي الإسكان التنموي في مشاريع حي المدائن ومشروع محافظة بقعة. وكرم سموه الجمعيات المشاركة في تسليم هذه الوحدات وفرق العمل فيها. وافتتح أمير منطقة حائل جسر المدينة الحضرية الذي تنفذه الأمانة على وادي لديرع لربط المدينة الحضرية بالطرق والمحاور الرئيسة بالمدينة بتكلفة تزيد عن 52 مليون ريال. وتجول سموه في موقع المشروع مشيدا بما تم إنجازه، مشيرا أيضا إلى أن المشروع يعد نموذجا من النماذج المضيئة التي تجسد حرص القيادة الحكيمة على تنمية الوطن وتحقيق الرفاهية لأبنائه. نحن سعداء في 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 تدشين مثل هذه المشاريع التي أصبحت حقيقة لها عناوين ملموسة، وأهمها حقيقة أنسنة المدينة بشكل عالي ورائع. اليوم مثل هذا الجسر اللي نقف عليه هو حقيقة يعني رابط محوري لمنطقة مهمة بين يعني غربي وجنوبي المدينة إلى شرقها. أعتقد أنه جسر سيأخذ الموقع في المدينة الحضرية إلى أداء نوعي في المستقبل. التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وزير التجارة دكتور ماجد القصبي، يرافقه عدد من قيادات الوزارة بحضور أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي. واستعرض خلال اللقاء الفرص التجارية الواعدة في منطقة المدينة المنورة وتحديد الممكنات والميز النسبية التي تتمتع بها والتي تشمل المواقع التاريخية والسياحية وما تشهده من توافد الزوار. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية القضاة ومدير الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية
والمواطنين في جلسة سموه الأسبوعية لمناقشة دور أمانة المنطقة التنموي في المشهد البصري ومعالجة التشوهات البصرية واعتماد العمرانية للمنطقة تحقيق المستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى تفعيل برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030، وذلك لتحسين المشهد الحضري في جميع مدن ومناطق المملكة. كما شهد أمير منطقة الحدود الشمالية حفل تكريم الفائزين بجائزة الأمير صيتة بنت عبد العزيز بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبد الله عضو مجلس الأمناء نائب رئيس اللجنة التنفيذية، صاحب السمو الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن سعود عضو مجلس الأمناء عضو اللجنة التنفيذية، وأمين عام الجائزة الدكتور فهد المغلوث ومدير التعليم في المنطقة عثمان العثمان، مؤكدا سموه أهمية دعم المبادرات المتميزة وتشجيع الشباب على المشاركة في المسابقات الوطنية والدولية. وترأس أمير منطقة الحدود الشمالية اجتماع اللجان الرئيسة والفرعية في إمارة المنطقة، وناقش الاجتماع التقارير التفصيلية عن أعمال كل لجنة بمختلف المجالات الأمنية والمحاسبية والتقنية والطارئة والوظيفية. وأكد سموه أهمية أن تؤدي كل لجنة مهامها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل، وأن تكون محددة المستهدفات وفق برامج زمنية محددة ودقيقة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة. كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وشركاء النجاح لحملة وعيهم مسؤوليتنا التي انطلقت تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية. وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فارس الهمزاني أن الحملة هدفت إلى تحسين نمط الحياة الصحي لدى المزارعين والرعاة في عدد من محافظات المنطقة. كما التقى نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة نادي الخليج المهندس علاء بن صالح الهمل يرافقه أعضاء ومنسوب النادي، وذلك بمناسبة تحقيق النادي العديد من الجوائز المحلية والدولية لكرة اليد بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة طارق القحطاني. وثمن سموه الجهود التي يقوم بها النادي في تنمية قدرات اللاعبين والاستثمار فيهم. رأس صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بحضور أعضائها وممثل الجهات ذات العلاقة، ونوه سموه بما تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة لينعم أبناء هذا الوطن بالسكن المناسب، مشيرا إلى أهمية مبادرة الإسكان التنموي كونها إحدى أهداف رؤية المملكة 2030 لتلبية احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية. رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة رأس اجتماع المجلس 15 في دورته السادسة بحضور أعضاء المجلس، واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، اطلع على عرض موجز من الشؤون الصحية بمحافظة جدة. وأكد سموه أهمية تقديم أفضل الخدمات ورفع جودة الرعاية الصحية للمستفيدين، مشددا على متابعة سير المشاريع الجاري تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة. ونشرتنا مستمرة ولكن بعد فاصل قصير. بتقوية وبتدعيم وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية وثقلها في جميع أنحاء العالم. توريكو Perspective.
شراكات جديدة مع الجميع. Social and Economic Life of Saudi Arabia, cooperating it with the world. بأن هناك ضغط كبير في الدول الإفريقية سيتجاوز 15 مليار امتداد لمرتكزات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية. المملكة وفرت العديد من البرامج التنموية لتسهيل عملية التنمية الاقتصادية. Sooner than later, Saudi Arabia will be one of the touristic hubs of the world. I think thanks to the leadership of this country, Saudi Arabia has changed. الدبلوماسي الموسم الثالث السبت الساعة 9 مساء على قناة السعودية. مع العالم يتجدد الموعد ومع الأحلام لنا وقفة. التطوع هو لذة العطاء. نكتشف فرصها وبعزم نسطرها. هنا وجدت فكرة ارتقاء. جينا وحضرنا ما نسمع أي صوت. سمانا إنجازات وشمسها طموحنا، أرضنا أمجاد وتاريخها شهودة. انتوا برنامجكم ايش اسمه؟ انتظرونا في برنامج طوي. طويك الموسم الثاني الأحد الساعة 8 مساء على قناة السعودية. أهلا بكم من جديد. ضمن فعاليات موسم صيف أبها 2024 تنظم هيئة فنون الطهي فعالية المأكولات الشعبية في ساحة المشهد بأبها، إذ يتذوق الزوار أشهى أطباق ومذاقات منطقة عسير في 20 جناحا للطهاة والعارضين توفرها الهيئة بشكل مجاني دعما للمواهب الوطنية، يتم خلالها التعريف بثقافة عسير المتنوعة. هذا ويستمر المشروع إلى نهاية العام وسيوفر تجربة سياحية مميزة لزوار مدينة أبها وكذلك المصطفين. المزارع في محافظة الطائف هي إحدى الوجهات السياحية، بعد أن كانت مزارع خاصة أصبحت مزارع سياحية ومزارات جاذبة للزوار والسواح. والمزيد تنضم إلينا مراسلة أخبار السعودية من الطائف الزميلة سناء الزهراني. سناء مساء الخير، أهلا بك معنا في هذه النشرة بداية. وكما تحدثنا عن المزارع التي كانت خاصة ومن ثم أصبحت سياحية، وهذا طبعا من الأشياء التي تنادي بها ومن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأيضا استثمار للمواطنين بكل مناطق المملكة ومصائف المملكة. سناء، ماذا لديك لنا في هذه النشرة وأنت تقفين على ما أعتقد في إحدى المزارع التي تحولت من خاصة إلى سياحية؟ هلا وسهلا لافي، يسعد مساكم مساء مشاهدي قناة السعودية من كل مكان بكل خير ومسرة. بالفعل تتعدد الأماكن السياحية في محافظة الطائف، وتبقى المزارع هي واجهة سياحية أيضا يستهدفها العديد من الزوار ومن السواح أيضا. وبعد أن كانت هذه المزارع هي مزارع خاصة بأهلها، أصبحت الآن مزارع سياحية عامة ومزارات يستهدفها العديد من الزوار والسواح من محبي الطبيعة، وأيضا قضاء أوقات ممتعة بين عبق الطبيعة والاستمتاع بالأجواء الجميلة بين النباتات العطرية، وأيضا التعرف على الأشجار المنتجة لفواكه محافظة الطائف. أهالي محافظة الطائف قاموا بتحويل مزارعهم إلى مزارع سياحية لتعزيز التنمية وتعزيز السياحة الداخلية ودعمها للعديد من الزوار للتعرف عليها، وكذلك أيضا لافي ومشاهدين الكرام تقديم الأكلات الشعبية التي تشتهر بها محافظة الطائف
في هذه المزارع. للمزيد من التفاصيل حول ذلك انضموا معنا الأستاذ مشعل السفياني، زودنا بتفاصيل موسعة. أهلا وسهلا بك، سعيدة جدا بوجودك معنا في هذه اللحظات وتحديدا من قناة السعودية. أهالي محافظة الطائف يتميزون بامتلاكهم المزارع في محافظة الطائف، ولعلك من هؤلاء الذين أيضا يمتلكون هذه المزارع. في البداية نود أن تحدثنا عن بدء هذه فكرة المزرعة. صحيح، أول شيء نرحب فيكم القناة السعودية ونرحب في المشاهدين الكرام والجميع، الله يحييكم في المزرعة ونتشرف فيكم والله. طبعا إحنا بدأنا المزرعة منذ 10 سنوات والحمد لله الحين وصلنا يعني لنقطة ما شاء الله مرة جيدة في موضوع السياحة الريفية، اللي هي ما شاء الله عندنا ما شاء الله تقريبا جلسات من وحي الطبيعة، بالإضافة عندنا مقهى ريفي يقدم جميع المشروبات الساخنة والباردة، بالإضافة عندنا المطعم الشعبي اللي يقدم المأكولات الشعبية مثل السليق الطائفي والمضغوط وجميع المأكولات اللي تتميز فيها وتشتهر فيها مدينة الطائف، بالإضافة عندنا المخيمات الريفية اللي موجودة عندنا يعني نستقطب فيها زوار لضيافتهم ويعني يشعرون بالأجواء الريفية الجميلة اللي تمتاز فيها مدينة الطائف. كيف بدأت الفكرة من تحويلها من مزارع خاصة إلى مزارع سياحية يستهدفها العديد من الزوار والسواح؟ أيوة صحيح، طبعا الفكرة جاءت عندما كنت أنا وأسرتي وعائلتي مع الوالدة الله يحفظها كنا في ألمانيا قبل عام 2016، فكنا في أحد المصحات العلاجية، فلما شاهدنا البرامج والاستشفاءات اللي كانوا يعملونها يعني هناك عشان الواحد يعني يعيش جو الاستشفاء والاستجمام، أتت الفكرة عندما قالت والدتي بالحرف الواحد يا ولدي هذه موجودة عندنا في الشفا. طبعا جينا وأتينا وزرعنا والحين قاعدين نحصد كل هذا بتوفيق الله عز وجل وبركة الوالدين، بالإضافة لدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة والرؤية السديدة اللي احنا قاعدين ما شاء الله نعيش في ظلهم وفي ظل دعمهم. يعني ما هي الأشجار التي تقومون بزراعتها في هذه المزرعة مما يتعرفون عليها أيضا كل من يزورها ويقصدها؟ أيوة عندنا ما شاء الله زرعنا الورد الطائفي اللي يتميز يعني ما شاء الله بفوحانه وعبقه، بالإضافة يستخرج منه اللي هو الورد الطائفي، دهن الورد الطائفي العطر الأصل البيور، بالإضافة عندنا الأشجار الموسمية اللي هي مثل البخارة، المشمش، العنب، التوت، الرمان والكثير والكثير، بالإضافة للنباتات العطرية اللي موجودة عندنا في الجبل مثل أشجار العرعر، أشجار الطباق، أشجار الضرم اللي هو يتميز برائحته العطرية الجميلة واللي ينتج منه أجود أنواع العسل، موجودة عندنا هنا في جبال الشفا. فيما يخص الأكلات الشعبية، هل يوجد أكلات شعبية هنا وما هي هذه الأكلات التي تشتهر بها محافظة الطائف وتقدمونها لكل من يزوركم؟ أيوة صحيح، عندنا ما شاء الله اللي هو السليق الطائفي المميز اللي يعني ما شاء الله دمجناه بالأعشاب الطبيعية اللي موجودة في الجبال عندنا، مثل يعني زي ما ذكرت لك اللي هو عشبة الضرم أو اللافندر، بحيث أنها يعني ما شاء الله تعطي الطعم الجيد والجميل اللي يتلقاه الزائر ويستحسنه. يعني يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك على إثرائنا بهذه المعلومات القيمة، شكرا. إذا لافي ومشاهدين الكرام، كما تعلم أهالي محافظة الطائف يحرصون على تحويل هذه المزارع إلى مزارع سياحية تعود عليهم بالعائد والنافع الاقتصادي وأيضا يعزز وينمي من السياحة الداخلية، فبالتالي أيضا تتحسن هذه جودة الحياة وكذلك أيضا تتحقق. نعم لافي. نعم زميلة سناء الزهراني مراسلة أخبار السعودية من الطائف، شكرا جزيلا لك ونلتقيك على خير إن شاء الله. شكرا لك سناء. ومن الطائف طبعا وكذلك فعاليات الصيف، حول فعاليات صيف أبها أيضا ينضم لنا أيضا مراسل أخبار السعودية من أبها زميل عبد الله
هلا بيد عبد الله، مساء الخير. كنا في الطائف راينا الاجواء الجميله والخضره والجمال هنا ايضا في ابها، لا تقل عن الطائف خضره وجمالا وبهاء طبعا. ماذا لديك لنشره اخبار السعوديه عبد الله هلا بيد، وانت تتواجد الان في احدى المدن الباهيه وهي مدينه ابها ومصيف من مصايف المملكه كما هي الطائف التي رايناها قبل قليل؟ نعم عبد الله تسمعني؟ عبد الله؟ إذا يبدو بأن الزميل عبد الله العبيد إلى الآن طبعا لم يكن جاهزا، سنعود له إن شاء الله. للزميل عبد الله العبيد، أطلقت إدارة الشؤون الرياضية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن المخيم الصيفي لنادي الرياضات الإلكترونية والذهنية في مقر نادي الطالبات بالجامعة، إذ يستمر حتى 15 من شهر أغسطس المقبل، ويسعى المخيم إلى تحسين مستوى الأداء في الرياضات الإلكترونية والذهنية، تنمية القدرات التنافسية لدى المشاركات، وتنمية التفكير النقدي وحل المشكلات. ونعود مرة أخرى وللحديث حول صيف أبها إلى زميل مراسل أخبار السعودية من هناك الزميل عبد الله آل عبيد الذي كان معنا قبل قليل، ولكن يبدو بأن الصورة لم تكن جيدة. نتجه له الآن. عبد الله مساء الخير، حياك الله. عبد الله تسمعني الآن، كيف الأمور لديك؟ أهلا بك لافي. صحيح اليوم منطقة عسير. تفضل. نعم أسمعك لافي. لا في اليوم منطقة عسير شهدت منذ يعني ساعات قليلة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها منطقة عسير، وأيضا حالة بردية نشاهدها من خلال هذا الموقع الذي نتواجد فيه الآن، وهو موقع سماء أبها الذي يقع بإطلالة البانورامية على مدينة أبها تحديدا، وأيضا يشهد هذا الموقع إقبال كبير جدا للسياح المصطفين كما تشاهد في هذا الموقع، واحد من المواقع المميزة حقيقة داخل موقع سماء أبها الذي يعد واحد من أهم الوجهات السياحية خاصة في المساء في مدينة أبها، لا سيما أنه يطل بإطلالات بهية حقيقة على منطقة عسير. إقبال الناس بعد هطول الأمطار التي شهدتها أو شهدها هذا المنطقة قبل قليل، الناس بدأت تنزل من سياراتها للوصول إلى المنتزه والتجول في أنحاء هذا المكان. اليوم هذا الموقع الذي أتواجد فيه هو أحد مشاريع السياحية المميزة التي نفذتها أمانة منطقة عسير لمساحة تزيد على 144 ألف. إذن يبدو بأن الأمور أيضا غير جيدة عند عبد الله العبيد، ولكن سنلتقي إن شاء الله بالزميل عبد الله العبيد في المرات القادمة والنشرات القادمة. هنا نصل إلى نهاية هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس جمهورية الأرجنتين بذكرى استقلال بلاده. تحت مسمى وكالة الخدمات البلدية تحويل بلديات فرعية في مكة إلى 4 مراكز. الرياض تستضيف النسخة 4 من مؤتمر تمكين تجربة العميل بمشاركة 30 دولة. شكرا لكم على طيب متابعتكم، نلقاكم على خير وفي أمان الله.